ولدي مشو طايح واحد، ولدي مضروب. احنا شاكين في خونا ميت، يا ضربوا حد، جري في جرته حد، بيب في الغالبة، قالوا المضروب قال حد على راس، ومن بعد قلبت المعطية ما فهم شيء. ومضروب كان من هنا هكا، المخ طالع منه من في الكيس. طاح ما في حتى شيء فيه، كان ضربتين في راسه، معدته مطرشقة، كروبته ملوية، ما في معني ما فماش آثار متاع كيس ولا طاح ولا تزلع، فهمتني؟ احنا نحبوا نعرفوا حقيقة خوي شني، خاطر موتو غامضة والله غامضة، علاش معناه يصير هكيكا؟ وما فماش لا حاكم لا حتى شيء، حتى الحاكم قال لك برا امشي التقرير في المحكمة. تحياتي، موعد جديد في المحقق مع سلسلة ما وراء القصة، الموعد اللي نرجع فيه كل مرة على قضايا ولكن على لسان أصحابها، واليوم نمشيو مرة أخرى لموضوع الحقيقة العائلات ديما عندها فيه شك، اللي هو موضوع الجرائم اللي هي تظهر حوادث أو الحوادث اللي العائلات يعتبروا أنها جرائم. كيما بالضبط القصة نتاعنا بالنسبة لليوم، قصة الصحبي المناعي اللي عائلته تعتبر أنه اللي صار معاه ما كانش حادث وإنما جريمة. شنو اللي صار معاه وعليش تعتبر العائلة أنه جريمة؟ هذا اللي نشوفوه في حلقة اليوم من ما وراء القصة. إذن الخامسة دريدي وآسيا مناعي، على التوالي أم وأخت الصحبي المناعي. صاحبي المناعي شاب عمره 30 سنة، خضار من القيروان، متزوج ويخدم على روحه في الخضرة كما قلت لك. يخرج نهار 19 أوت 2020 الصباح بكري، احنا في حدود الأربعة متاع الصباح، ولكنه عمره ما يروح. الصاحبي عنده موتور يمشي عليها للمرشي متاع الجرو باش يصير له حادث. رسميا ربما هو حادث مرور، لكن العائلة تفهم بعد علاش لا تعتبر أنه اللي صار له هو حادث مرور. بداية قدمنا إذن الوالدة والأخت متاع الصحبي شو اللي صار بالضبط في هذا اليوم الحزين على العائلة نهار 19 أوت 2020. أنا في الدار كلمتني أختي، قالت لي خوك راهو طاح ميت، كيف نهاك طاح على راسه، وهي مش فاهم حد شيء تتكلم فيه، راهو طاح على راسه، إيجا مشينا للسبيطار في الغالبة في البلو، لو حي لو ميت، أنا عرق يمشي فيها كهو في الصباح، ميت في الليل، سمعنا الأخبار في الليل، معناه نحولوا للماكينة في الليل. قال لي راهو مضروب شوي، جتني سالفتي ناوضتني، قالت لي يجي لولدك راهو هم هزوه للطبيب شرعي، هزوني شامي انا وليدي ممدود لكلام نسلي 48 صبادريهم مش جاي قد. ومضروب كان من هنا هكا، المخ طالع منه من في الكيس، لا مضروب لا منا لا مضروب منا لا مضروب منا، لابس في اوس ولابس لهنا. بي في الغالبه قالنا من الاول راهو نسمع فيه نحن يحكي وحكي الباب، قالوا المضروب قال حد على راس، ومن بعد قلبت المعطي ما فهم شيء، مش مكتوب حد شيء معناه في الاوراق، فهمتني؟ معني احكي البابا قال وراه مضروب إلى حاد على راسه ونسمع فيك معك، وبعد في الوراق ما تكتب حد شيء. مضروب منه ومنا نطالع المخ خلاص من هنا، وولدي في الوسط مش هو مضروب لا في بدنه ولا في حتى شيء، يكون شكريم ومكسرة الميتور، هاي صحيح الميتور تخدم حذاه صحيح، وهو ملوح في الكياس ميت. يعني كان ضربتين في راسه وضربة كبيرة وحدة صغيرة من هنا، كرومته ملوي، عملوا له وقاف كي عملوا له في التشريح والوحدة وتصور وقاف ما نجمش كنت تشطح معي. هذه هي الحكاية، هو يعني كتاح كان في دار نسيبه، بيت ليلتها في دار نسيبه، ماشي مش يسلع من المرش، خرج الأربعة واربعة كيكا الأربعة وخمسة متاع الصباح، وصارت الحكاية فهم في طريق القطراني هو ماشي للمرش. به قبل ما نجي وبعد شوية تقولونا علاش انتم مصرين أنه هاللي صار هذا ما هوش حادث، قدمونا شو اللي نعرفه على الأيام الأخيرة في حياة المرحوم، كيف كانت، شو كان يعمل، كيفاش كانت حياته اليومية، روتينه اليومي كيف كان؟
من عام 90 معارس، عنده زوز بنيته وولايد، مرته خليها حبلة كيميت، بعده جبت ولايد يخدم خضار في المارشي بتاع حي سيف القروي، تبيعته عادي عاقل خويا برش عاقل مع العبيد الكل، ما عملش لا مشاكل لحد شايفة، مع عبيدي يكرهوه، فما معناها عبيد يكرهوه بالطبيعة، فما كل إنسان عنده عبيد يتكره ويتحب منه ولا من، وهو عاقل برشا معناها ما عندوش معناها كل مشاكل ولا ما عندوش، ديما يضحك ديما يضحك. هو عندي زوج وليدات وثلاثة بنات، هو الوليدات من تحت البنات الآخرين، عندي زوج بنات كبار، هما لتحتهم اللوط، هو عمره 30 سنة والآخر 34، طبيعته بيه يا خوي، خوتي طبيعته أحسن، خوتي تبجي لي حقيقة وليد، أحسن ما يكلم حد يمشي للجامعة راه يصلي في الجامعة. يصلي خوتي في الجامعة يصلي، ولدي بيه ولدي بيه يطلع من رحبة يمشي مع الشيء يبيع بالكارت هذا اللي فادلك، ما عنده حد تحكي، ونقول لك عنده حد مغارم ولا حمريت حد. هو راه ما يروح ليش في دار نسيب، يجيني ويطلع عليه العشية والصباح ويمشي لدار نسيب، يجي الأربع متاع الصباح مرة على مرة يحل يسحر في الليل ويجي، هيا قولي من خيف نش مش نخيف حن، ومشي لبلاد مناع وحكي لهم وكل، يقولوك كان عنده حاجة هذايا مستحيل مستحيل، لو ولدي عنده حكاية مستحيل، لا عنده حتى شيء، لا عنده غرام بحد لا حتى حد. عنده زوج بنات وولايد، عمارة الكبيرة خليها تقرا في الثالث، الوليد ولداته بعد ما مات، هاني تويكا تقرا في اللي سيبت، خليها مدقدق ملوحي، ولدي راهو صغير 30 سنة مات، صغير خلاص، بوايك يقولوا بوايك يقولوا شيخ، ظل يلعب على بواي، ظل يجيب جيم برجليه يفادلك عليه، راهو ولدي ما عنده حتى حكاية. ما شفتوش أنا بحكم أنا معارسة، هو احنا نسكن في ولد منيع، نسكن وقتها في الماليجي، ما ريتوش. عندي جديدة ما ريتوش، نجي لدارنا هو ساكيري بحضة دارنا، ساعات الريه فهمتني، ساعات نبقى بالجامعة، ساعات نبقى جمعتين نجيش لدارنا، معناه مش نريه في كل يوم. به هذا إذن صاحبي المناعي وحياته اليومية. وصلنا لنهار 19 أوت، حكيتونا شو اللي صار، لو كان تفسرونا علاش تعتبروا أنه اللي صار له ليس حادث مرور، معاك العادة نحط زوز أسترة ثلاث أسترة 20 ستر بالأحمر تحت الحكاية متاع عنه العائلات وانتظارها المتواصل لمواضيع تقرير الطب الشرعي، نحطوا تحتها برشا أسترة تقارير الطب الشرعي والإشكاليات الجمة اللي ولات موجودة مع حصول العائلات على هذه التقارير. قوس ونسكروا، ترى هرجعوا بيا السيدة الوالدة والسيدة أخت الصحبي، قولوا لي علاش بالنسبة لكم اللي صار للصحبي هو جريمة. ولدي مشو طايح واحد، ولدي مضروب، احنا شاكين في خونا ميت يا ضربوا حد، جري في جرته حد، نحبوا نعرفوا حقيقة خويا شني، خاطر موتو غامضة والله غامضة، علاش معناه يصير هكاكا، ما فهمي لا حاكم لا حتى شيء، حتى الحاكم قالك برأي امشي التقرير في المحكمة، مشينا للحرس، مشينا للسبيطار، مشينا للمحكمة، ما فهميش تقرير شرعي تقرير تاع طب شرعي ما حب يعطينا حتى واحد، حتى انسان، كحكاية معناه تزيد تشكك اللي فما معناه حاجة في الحكاية، ما حبوش يعطوه، لا كيفاش لا علاش مكتوب فيه معناه، ما حبوش يعطوه، برا امشي للمحكمة، برا ندرى شنو يمشي للمحكمة بابا كيف ما فهميش. تو الفورز صحيح حتخدم حذيه، هاي تخدم حذيه الفورز، لاباس عليه ما عندها حتى ضربة، منين مش يضرب، كونش مضروب بعيد وحاطينه ثم، ما قاتلينه بعيد وحاطينه ثميك. كي طاح معناه واحد على فورزة موتور كبيرة، معناها كي مشي تيح في الكياس مشي تزلع مش تصير له حاجة مشي تخبش، أقل حاجة يتخبش، هو موش مخبش فهمتني، هذي الشيء معناها اللي شككنا احنا اللي هو معناها ميت مكتوب، ولا جيري في جرته حد ضربه حد، خاطر كي مشي تيح في الكياس ما في حتى شيء معناها لا زالعة متاع كياس لا حتى شيء، هذي هو الشيء اللي حير، انه هو لا مازل ولا حتى شيء، طايح الضربات هذوكم هما واضحين البدن معناه مديقل ما في حد شيء، مكتوب حادث مرور، مكتوب في الورق حادث مرور، لا تخبش لا تكسر لا تزلع، حتى الكسران مش مكسور ما صار له حتى شيء، ما فهمش حاجه معناها مكسور مزلوع مضروب لا دم كم راسه يجي بالدم برش. طلعوا لي حقيق وليدي وباي وميت مسكين، يشرب سكوار عصاب باش يربط، نايم مرض عندي كبتي تفشحت على ودي كيفاش عطني سالفتي، قلت له صاحبي مير مش نعرف روحي وين نمشي، خواته مرضوا الساعة الوسطانية ذي الأكبر من هذي ميتت مسكين،
ناكل فوق الجبين. يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي، روح عسل راك تاكل في مغرفه نتاع عسل، راهو عايب حد اللي يدور بحد. صباح الخير، نهارك زين. انا بيا رحمك، هاو كان ميت واحد الله يرحمه، كان بيه حاجه الله يرحمه. اذا كما كنتوا تسمو، صحيح العائلات تقول لك ما عنديش تقرير طب شرعي، وفي نفس الوقت الوضعيه اللي تم معاينه الجثه عليها وضعيه لا توحي بانه حادث. اذا كان واحد طاح من موتور في حادث مرور، لا عنده زلعه لا خبشه لا جرحه لا حوايج مقطعه لا كذا، كيفاش تنجم تقولي انه طاح من موتور؟ هنا الشك اللي يبدا عند العائله شك معتبر، شك طبيعي. اذا كان معنيش تقرير طب شرعي يقول لا راهو فما سقوط، سبحان الله ما ظهرش ولكن اثار السقوط طبيا ظاهره. اذا ما عندناش هذا التقرير، واذا عندنا الشهادات نتاع العائله اللي تحكي على الوضعيه اللي كانت عليها الجثه، فالشك هنا يصبح معقول جدا بالنسبه للعائله. هذه قصه الوفاه نتاع المرحوم السحبي المناعي، على امل انه هالقضيه هذه اللي توا عندها سنوات نجم تقدم في اتجاه هكا ولا هكا، جريمه او حادث، نتبعوها مع العائلة اللي عنده أي معطيات وتفاصيل حول هذه القضية أو يحب يتواصل معنا باش يعطينا تفاصيل قضايا أخرى يحب يوصل فيها صوته. عندكم الرقم متاعنا، رقم الواتساب، رقم المحقق. ذكركم أنه على الرقم هذا منجاوبوش على الاتصالات الهاتفية، إنما خليونا عليه رسائل مكتوبة وإلا رسائل صوتية، وفريق المحقق يعاود التواصل معاكم من بعد. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.